السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناة أبدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم عن تسجيل الشاشة بدون استخدام أي برامج خارجية. هنستخدم الأداة اللي بتيجي مع الويندوز 10، ودي سهلة جدا عشان نقدر نفتح الأداة بتاع تسجيل الويندوز اللي هي مرتبطة بالإكس بوكس جيمينج. هنخش على علامة الويندوز، تمام، هندوس عليها ونكتب جيم بار. اول ما تكتب جيم بار هيطلع لك ان هو خيارات مكتوب عليها اكس بوكس جيم بار، هندوس عليها اهو. زي ما انتم شايفين هيفتح لنا هنا هو اوبشن على اليسار، الاوبشن اللي هو بتاع تسجيل الفيديو وعمل الكابشر او اخذ سكرين شوت من الشاشه، تمام. زي ما انتم ملاحظين هنا هو مفيش حاجه نشطه. ليه؟ لان انا لازم اخش الاول على اعدادات الويندوز واخش بساين ان على الويندوز بتاعي من خلال الاوتلوك، حسابي على الاوتلوك او على الهوت ميل. عشان نخش على الحساب هنخش نوت على اليمين حاجه اسمها اكس بوكس سوشيال، هنخش هنا ساين ان اهو. اهو بيقول لك عايز تخش على الاكس بوكس لايف، تمام، نخش جوين، بتخش على الحساب بتاعك وتقول له كونتينيو. اهو ده حسابي بتاع الهوت ميل، اهو بيفتح الحساب، تقول له ليتس بلاي. طبعا هو مرتبط اولا واخيرا بالجيمنج، اهو زي ما انتم شايفين فتح الاكس بوكس سوشيال. هنا هو ادي الحساب بتاعي وادي الاصدقاء بتاع الجيمنج، اكس بوكس جيمنج، تمام. وتقدر هنا تعمل تشات، وهنا في امكانيات كتيره. هنا تقدر تضيف الاصدقاء وتفتح المايك او تقفله وغيرها من الامكانيات. النهارده هنتكلم عن جزئيه تسجيل الشاشه. هنا على اليسار هنلاقي كلمه كابشر، تمام، اول ما بتدوس عليها، تمام، على طول بياخد سكرين شوت للشاشه اهو. تقدر بعدها تحت تدوس على شو اول كابشرز، ندوس هنا اهوت اهو، ادي الجاليري على اليسار هنا هو الفيديوهات او السكرين شوت اللي انت اخدتها. تقدر تعمل عليها دبل كليك وتفتح السكرين شوت اللي انت اخدتها، او تدوس هنا على اليمين تعمل اوبن فايل لوكيشن، تمام. الطريقه الثانيه عشان افتح الاوبشن بتاعه الجيم بار او الاكس بوكس جيم بار، هندوس على علامه الويندوز مع جي. لما بدوس على علامة الويندوز مع جي هيدينا نفس الخيارات بتاعتنا اللي انت شايفينها، وادي ان هوت الاوبن فايل لوكيشن. اقدر ادوس ان هوت ويفتح لي الفايل لوكيشن اللي انا عامل فيه سكرين ريكورد او سكرين شوت لكل حاجة. طيب عشان نبدأ نعمل سكرين ريكورد للشاشة، تمام، هنقفل دولت دلوقتي اهو، ونبدأ ان هوت نشوف الخيارات اهو. بعد كده اهوت بعد ما نفتح المايك اهو كده فتحنا المايك، نقدر نلاقي ان اهوت علامه الستارت ريكوردنج. اقدر ادوس هنا ستارت ريكوردنج اهو، زي ما انتم شايفين على اليمين بدا عمليه التسجيل. اقدر ان اهوت اتحرك واشوف هيسجل الحركات اللي انا بعملها ان اهوت ولا لا اهو. نرجع تاني وندوس ان هو ستوب، تمام، كده وقف التسجيل. ندوس تاني على علامة الويندوز مع الجي، تمام، ونروح للتسجيل في الجاليري، تمام، هندوس هنا اهوت وندوس على الجاليري عشان نظهر الجاليري بتاعتنا، تمام، في الجادجت اهو. ادي السكرين ريكورد بتاعنا، ممكن نعمل هنا اهوت اوبن فايل لوكيشن هنا من على اليمين، ادي الفايل لوكيشن، وادي اخر حاجة عمل لها تسجيل واقف عليها. لما نفتح هنا اهوت ادي اهوت ادي الفيديو اللي لسه كنا مسجلينه حالا. تمام، ده كانت طريقه تسجيل سواء سكرين شوت او ان انت بتعمل سكرين شوت. زي ما انتم شايفين اهوت احيانا بتكون علامه الريكورد مش نشطه. في الحاله ديت هنروح على اد اند ريموف في البرامج، تمام اهو، وندور على الجيم بار اللي هو الاكس بوكس جيم بار، تمام، ونفتحه، نخش على الادفانسد اوبشن بتاعته، تمام، وننزل هنا اهوت سيت ديفولت ابس. هنا اهوت هننزل تحت هنلاقي حاجه اسمها ريسيت. لما نعمل على ريسيت للاوبشن بتاعت البرنامج، تمام اهو،
ده في حالة إن هي علامة الريكورد مش نشطة. أحيانا بعد بعض الأشخاص ما بتكونش نشطة، ونخش تاني تمام هنلاقي إن هو أدي أصبحت علامة السكرين ريكورد نشطة. طب من ضمن الحاجات اللي عايزين نعرفها إن هو الجادجت اللي عندنا نقدر إن هو تتحكم في الأوديو، إعدادات الأوديو اللي هي موجودة هنا على اليسار. نخش تاني في الجادجت أد الجاليري، نقدر ندوس عليها ويفتح لنا الجاليري بتاعتنا تمام أهو. ونقدر نشوف كمان السوشيال، اكس بوكس سوشيال هنا هوت الاصدقاء اللي القائمه اللي على اليمين تمام. ونقدر نشوف كمان الاكونت اللي انا عايز اخش عليها، يعني هنا هوت اقدر اخش كمان على الاكونت اكثر من اكونت، واقدر اضيف كمان الاصدقاء من هنا اهو، اقدر اضيف واقدر اربط كمان الحساب بتاعي بتاع الاكس بوكس بالستيم والفيسبوك وغيرهم من السوشيال اكونتس تمام. هنا هو كمان على اليسار اعدادات الاوديو، نقدر نحدد الاوديو اللي شغال عندي. هنا هو اد الاوبشن، هنا هو يا اما تختار السبيكر والهيدفون، او تختار مثلا لو انت عندك شاشه فيها الصوت خارج منها زي الاتش بي اللي عندي هنا هو تقدر تحدد كل اعدادات الصوت. اما هنا هو البرفورمانس بيوريك خيارات البرفورمانس بتاعك، السي بي يو والفيجا والرامات وكل الاعدادات المتعلقه باداء الجهاز. أرجو إن أنتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وما تبخلوش على قناتنا قناة الإبداع والتميز بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.